ظهر الدربي قرب، الدربي ماتش سبيسيال شويه مش كيف الماتشات الكل. الترجي الافريقي لعبت الكل تعيشوا مع بعضكم في الحومه كيف ما نشوفهم كشخ كلوبيس صحاب تقعدوا في القهوه، يكثر التنبير في الدربي ويكثر الكلام. بما انه الترجي تستقبل بس نبداو بالضيف اللي هو النادي الافريقي في الدربي هذايا، شنو رايك في الدربي القادم وشنو تصوراتك للدربي؟ تصورات صعيبه ياسر، معناها حتى واحد ما ينجم يتصور الدربي شنو يمشي يصير فيه بالضبط. زوج جمعيات ما همش قويين كيف العاده، ما تنتظرش معناها ريزلتا معناها مسابقه، معناها الدربي ديما صعيب، وان شاء الله يلعب خير ان شاء الله يربح، ونحن متفائلين عندنا جوالات صغار ان شاء الله نحطوا فيهم الثقه وان شاء الله ربي معاهم. بالنسبه للمكسخ غادي ينتظر فيكم دربي، دربي مهم كونتر النادي الافريقي، نقطة تفصل الترجي الافريقي، كيف كيف الدربي حاجة مهمة برشا، شنو رايك في اللقاء القادم اللي هو دربي؟ الدربي عمره ما يتعطى فيه سكور بالمسابق، الاسبيرونس ماشي في أحسن حالاتها والكلوب كيف كيف، كيما تنجم الاسبيرونس تكون في أحسن حالاتها وتخسر كيف الكلوب كيف كيف زاد نفس الحكاية، دونك صعيب ياسر واحد يعطي ريزولتا على الدربي هذا، صعيب ياسر تنتظر سكور معناها موجود تعرفوا شنو هو سكور بالمسابق. ظهر لي بريود الدربي يكثر التنبير، تحكيو برشا مع بعضكم كمكشخ كلوبيست، انا تو نعطيك فرصه، شنو هي السؤال اللي تحب تساله المكشخ؟ انت تو كصحفي كلوبيست باش تسال المكشخ سؤال لازم يجاوبك عليه، تفضل. شنو رايك في بونتو وموسى بوكونغ تاع الدربي؟ بونتو في دربي في الدقيقه الاخر كوميم حاجه كبيره برشا في دربي انك يعني تماركي في الدقيقه الاخر تجيب 3 بوان جمعيتك. اما زاد واحد يتفاهم الفرحه اللي وقتها وقفت السيري نتاع 10 سنين لكل ما ربحتهمش في ديربي. خويا كيما نقولوا يعني في الدربيات يكثر الكلمات بين المكشخين والكلوبيست، هيا باش نعطيك فرصه باش تطرح سؤال على كلوبيست ولازم يجاوبك عليه، تفضل. وقتاش النجم نشوفوا وقتاش النجم نشوفوا الكلوب افريكان تلعب على تيتروات عامين ثلاثه في جرة بعض؟ والله نحن في التسعينات لعبنا مش عامين ثلاثة، لعبنا يمكن 10 سنين، من الثمانينات للتسعينات لعبنا 10 سنين على التيتروات، كي كانت الكرة نظيفة في تونس، كنا نلعبوا بالبريود على التيتروات، وقت توسخت الكرة ولينا نبعدوا على التيتروات بالعوام، أما إن شاء الله تستقر الجمعية ونوليو كيف العادة، إن شاء الله كل واحد ياخذ حقه وترجع الكرة كيف العادة في تونس. محب النادي الافريقي تستنى في الدربي نهار الاحد، شنو هي الرساله اللي تحب توجهها للاعبين الافريقي قبل الدربي هذا؟ اهم رساله احنا بنبلغها ساعة للمدرب نتاع النادي الافريقي قيس العقوبي والجمعيه ربي معاه، هذا دربي كيف الدربيات تاع العاده، هو يقف على اولاد بحول الله منتصرين. الترجي صحيح جمعيه قويه وعندها تاريخ، زاد احنا قويين وعندنا تاريخنا، ودربي باش تلعب سور تيران ان شاء الله مربوحه الاولاد والعزيمه والقلايب بحول الله نجيبوه الدربي هذا. رساله تحب توجهها للاعبي الترجي والاطار الفني قبل الدربي هذا؟ 3 بوان 3 بوان باش نكملوا الباركور نتاعنا اللي بديناه ديبي سيزون، كوميم جاتنا بارتيات صعاب ديبي سيزون عديناهم، ان شاء الله نكملوا نتعدى ونجيبوا 3 بوان هذوما ونخسروا البلاي اوف فرد مار. ظهر لي جمعة الدربي وسيرتو مباراة الدربي تسخن برشا بين حبة النادي الافريقي والترجي الافريقي التونسي، انت كمكشخ كيفاش تشوف الدربي الجاي؟ كيفاش تشوف حظوظ الترجي في الدربي الجاي؟ وشنو تشوف بالضبط؟ الدربي حاجة معروفة، ماتش صعيب مش ساهل، ماتش نتاع لي زوكازيون شكون يجي اوكازيون يماركيها، هي تظهر معناها طرح لسبيرونس فافوري على الكلوب، مي يقعد حقيقة سيتي حقيقة اخرى. مباراة الدربي ظهري مباراة مهمة برشا للنادي الافريقي للترجي، جمعة الدربي تسخن برشا بين زوج جماهير، أنت شنو رأيك في مقابلة الدربي القادمة؟ والله الدربي هذايا أول حاجة هو الدربي رد اعتبار على الخسارة اللي كونتر جيبس وعلى خسارة عمناوي اللي كان مردود الفريق، معناها حاجة كاتاستروفيك على الآخر، ويبقى حقيقة الميدان حقيقة أخرى وإن شاء الله احنا باش نربحوا السنة ونضحكوا عليهم كيما ديما. ظهر لي تكثر تنبير يكثر كلمات بيناتكم قبل الدربي. ماذا بيا باش نعطيك فرصة أنا كصحافي، أنت مكشخ باش تسأل كلوبيست شنو السؤال اللي تتمنى تسأله له، تفضل هو لازم يجاوبك عليه. سي صابر وي، شنو إحساسك كي أنا أصغر منك في العمر هذه السيتوات أكثر من الكلوب الكلوب اللي تعاملت؟ والله مش نقول لك حاجة واحدة، ليستوار نو روتيان كو لو بريميي صاحبي، أنت هاز أكثر مني صحيح، أنا هاز قبلك.
اي حاجه انت هاززها اكثر مني انا هاززها قبلك. وكيما قلت لك ليستوار نو ريتيان كو لو بريمير. ماشي انا كل شيء هزو قبلك ما قمنيش نقنع فيك انا جاوبتك وكا. برلي تسخن برشا وقت الدربي وتكثر كلاشات بين جمهور الترجي وجمهور الافريقي، انا باش نعطيك فرصه تسال محب من الترجي سؤال وهو لازم يجاوبك عليه، تفضل. والله سؤالي باش يكون الترجي عاشت وقاعده تعيش ظلي في مرحله ذهبيه والفريق زاد عاش مرحله ذهبيه، اما احنا وصلنا هزينا الرباعيه وانتم توت لي جينيراسيون الكل ما وصلتوش عملتوها، شنو احساسك معناها وانا هزيت رباعيه وانت ما عندكش اي رباعيه؟ والله رباعيه معناها ملفقه على 3 سنين، فيفا مش مستعفه بها حتى كثلاثيه. احنا على الاقل حتى عامتي حابين نهز الرباعيه، هز خلطنا على الثلاثيه الرباعيه صحيح ما خلطناش عليها، ما عندنا ثلاثيه اللي الفريق تولى هزتها معناها. شحابني نقول لك معناها كذبه وصدقها كما يقولوها. سالتك لاعبي الدرج. ماتش مش صعيب، ماتش سهل، كي تغزو التاريخ تاع الجمعيه لازم نفحوهم كالعاده معناها، اما مقيد باش نرجعو ثار معناها ونرجعو لهم تاريخ قديم. وان شاء الله ربي معانا. ظهر لي دربي حاجه مهمه برشا عن جماهير الترجي كيف عن جماهير الافريقي، دربي قرب، شنو هي الرساله اللي تحب توجهها للاعبي والاطار الفني تاع النادي الافريقي؟ والله نقولهم كونوا رجال وحطوا الزقو في البال، اهم حاجه العبوا كيما الاسعد. ورساله صغيره لصابر خليفه، راه هذايا دربيك انت باش تجيب الطرح و 80% لعب عليك صابر وان شاء الله ما تخيبناش.